بصوا هقول لكم حاجه، اسمعوا الفيديو جاي ده بس نصيحه، طلطقوا ودانكوا كويس قوي. يعني واذا كان تشوف نداء تونس مناش متكون، متكون ساعه من النقابيين، ومتكون من الدستوريين، ومتكون من اليساريين، ومتكون من الناس المستقلين. تجمعين نسيتهم سي البيجي. نعم تجمعين نسيتهم. دستوريين قلت لك، تجمع تحل باقي تلوزوا على الموت. انتم هو ايش معناه التجمع ده؟ التجمع الدستوري الديمقراطي هذاك اسمه، اسم تجمع كيما تقول حركه نداء تونس. التجمع التجمع اسمه التجمع الدستوري الديمقراطي. اسمه هكا اسمه هكاك معناتها كلهم تساترا. هو الفرق ما بين الحزب الدستوري وحزب التجمع، اما التجمعين وتساترا كيف كيف، ما فماش فرق بيناتهم، ثم حتى فرق. انا هو التجمعين اللي مقلق، على خاطر في وقت من الاوقات الحمد لله انا كنت فعلا يعني سنست بن علي. تزورت الانتخابات من بعد التعدديه الحزبيه اكسترا، وما دخلت للديوان السياسي والكذا الا بعد الانتخابات الاخرى اللي قلت عليها تاع 81. انا كنت وزير خارجيه وقتها الموضوع هذا. انا مش هذه زورتها، ما قلتلكش انت زورتها، ما كانش عندك موقف حاسم هنقول ضد تزوير الانتخابات شويه. هي وقعت والحكومه الكل ما في بلاش بالتزوير، تزوير انتخابات 89 اللي ربحتها النهضه. نهضه تقول مزوره، شو معناها؟ تقول اللي هي جابت 60% من الاصوات. تنجم تقول حتى انا تعديت. لا فماش الانتخابات الوحيدين اللي انا شرفت عليهم هم 23 اكتوبر. لأول مرة في تاريخ تونس أن انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. معنى كده أنك بتعترف أن كل الانتخابات حتى في عهد بورقيبة كانت تماما تماما مزورة؟ هذا مش اعتراف، هذا معروف. حتى حينما كنت أنت وزير الداخلية؟ تماما تماما نعم. ومش بسيطة الحكاية، احنا مستانسين طول عمرنا واحنا نزوروا، باش نوليو هكا في قات سي با فاسيل، فهمت ولا؟ يا خلاص على الحشيش. لا حول ولا قوة الا بالله يا جدعان، خليه خفاض. والى علاقتك بن علي ابعد واطول من هالفترة هذه. صحيح. وقت اللي كنت انت وزير داخلية بن علي كان مدير مخابرات العسكرية، ثم فيما بعد انت وليت وزير دفاع، وهو ايضا مدير مخابرات العسكرية، يعني انت كنت عارف، كنت رئيس في المباشر. وانت وزير خارجية بن علي كان سفير في بولونيا. فيما بعد ولا مدير عام للأمن، ثم أصبح كاتب دولة للأمن فوزير الداخلية، فكنتوا تتزاملوا في مجلس الوزراء مع بعضكم. سؤالي كيفاش كانت علاقتكم وقتها على امتداد السنوات هذه؟ ما يشبه. علاش؟ لأنه من السهل اليوم نقولوا بن علي بيه وعليه، لا لا لا، ولكن لا لا حتى لا لا نفهم لا لا ماذا حدث. لا لا شوف بن علي كيفاش كانت علاقتك به؟ شوف ما عنديش علاقة خاصة، كنت عارفه. لا سامحني بن علي، وقت اللي كنت أنا وزير الدفاع هذاك ما قلتوهاش، انتم كنتوا وزير دولة الدفاع. عينت في 7 نوفمبر 69 انت وزير الدفاع. ما عنديش معاه، هو كان لاهي بالمخابرات. وانا عمري ما شفته، شفته مرة. وانا عمري ما شفته، شفته مرة. ما عنديش لاهي به الموضوع هذا. ودونك هو كان ضابط. لا يخدم كضابط، ما عندوش دور وزير الدفاع مش يقعد يحلق مع الضباط الكل، قال شنو تعرفه. ايش كانت علاقتك به هو السفير؟ شفت مرة. ما تذكروش بالكل؟ مرة. لقاءاتكم ديما متاع مرة واحدة؟ لا بصحيح. كنت على وعي وأن ما قاله في 7 نوفمبر هو كلمة حق أريد بها باطل. وما عنديش عذر أنا، أنا نعرف. كنت أنا وزير الدفاع ونعرفه خدم معي. ونعرفه لما مش صادق. دماغه دي دهاليز يابا. تخش فيها تتوه. هو نفسه بيتوب جوه. تونس ما يمكن تسييرها الا في التوافق ولا بمشاركه التيارات السياسيه الكل. والتوافق لازم هو الحوار. وجماعه النهضه ما عندهمش ثقافه الحوار. وانا امثالي انا ما يحكم معايا حتى حد طالما انا موجود، هذه من صلاحياتي. وانا ما نقسمش صلاحيات مع اي كان. وانا ما دامني موجود في مكان الوزير الاول ما يحكم معايا حتى حد. حب من حب وكره من كره. حب من حب وكره من كره. حب من حب وكره من كرخ من كرخ. كان ماله محمد ثروت، كان ماله محمد ثروت.
أنت سيد الرئيس عينت ابنك حافظ قائد السبسي نائبا لك في نداء تونس. عمر ما صار هذا. هذا ايش يقولوا تويك الاخبار ولا ايش يقولوا عاد انا قريت انا ناخذ معني كنت معلومه نعم ناخذ معني كنت معلومه ما صارش معناتها تويك حاليا في مستواك انت ما تجيبش مشاع والامور الزقاقيه وكذا عندك معلومه تقولها انا خذيتها من 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 جرايد ما هيش زقاقيه ما زقاقيه البعض تفاجئ انه يلقى ولد البيجي قائد سبسي في الهيئه التنفيذيه لحزب نداء تونس. صحيح عليه موجود تحت الاضواء موجود في الحزب نتاعو كهو تكلموا عليه كنائب رئيس الحزب له العظمه كي تبدا في كرش الحنش انت ريتها عظمه ما كبرتهاش شنو توصف فيه بالحنش وفي الاخر مش يرشح ولده نعم في الاخر مش يرشح ولده طب يعني انا اعمل ايه انا ايه دلوقتي مش بقول لكم ده هليز توبتوا ولا ما تبتوش يعني ليس كل ما يقال يصدق طب قول لنفسك يعني ليس كل ما يصدق حقيقي طب قول لنفسك انت سيد رئيس تذكر ايش قلت فاهم البوليسيه قبل مش كل قلت ثلاثه كنت ذكرنا ايش قلت اي قلت مش نذكر كي تعم الفائده نعم حابين نذكر ايش قلت قبل كنت ذكرنا كي تعم الفائده على للجميع ما قلتش شيء هكا قلت عليهم هم شكون هم هذا اللي قلت عليهم انت بغدوا هذول الحكايه يعني قلت لبعض البوليسيه قلت على بعض البوليسيه والبعض منهم قرود لا قلت ثلاثه ثلاثه بوليسيه كانوا قرود في روايه اخرى اربعه نعم في روايه اخرى اربعه لا زقاقيه بالكش لا 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 ولد الكاز يعني تو كي ولدت فيها عامين حبس سيد الرئيس هل ستعتذرون على ما قلتم في البوليسيه؟ ايش قلت؟ يجيو معناها ثلاثه ولا اربعه معناها قرودة فهمت الله يفسدوا العملية من انت قلت كم طن حشيش يا ريس؟ تعرفش معناه الفلوس الوحيدين اللي الدولة التونسية تنجم تسرحهم خاطر الباقي كل هي اللي توا قداش عامين رجعوش فرنك رجعوا 28 مليار يرحموه وبعد هذوك خاطر الباقي كل هي اللي توا قداش عامين رجعوش فرنك رجعوا 28 مليار يرحموه وبعد هذوك المحافظ البنك المركزي سقيت الراو عليهم ماشي جاي على لبنان فهمت ولا حلو حلو الصدق في القول والإخلاص في العمل ترى أنا ما عنديش لغتين ثم الناس عندهم لغتين أما أنا ما عنديش لغتين عندي لغة نراكم بعد الفاصل